أهلا بكم وخدمة إخبارية جديدة تقدمها أكسترا نيوز، نرصد خلالها أبرز ما يثار من شائعات تستهدف المجتمع المصري كما نفندها ونرصد الصور والمعلومات الحقيقية. البداية برصد أكسترا نيوز لشائعة تناولها الإعلام المعادي ومواقع التواصل الاجتماعي حول خطاب الرئيس السيسي خلال افتتاحه القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس، وحديثه عن أن تكلفة ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو بلغت 450 مليار دولار، حيث نشرت جريدة الموقف المصري خبراً ادعت فيه أن حديث الرئيس بشأن تكلفة الثورتين غير صحيح، كما ادعت عدم انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من الثورتين، في حين أن الحقائق تؤكد تضرر الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير، وذلك بسبب العديد من الأسباب أبرزها العمليات الإرهابية وجهود الدولة في مواجهة الإرهاب والتي تكلفت وحدها مئات المليارات من الدولارات. كما شهدت مصر إغلاق آلاف المنشآت بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، هذا إضافة إلى فقدان ملايين الوظائف نتيجة الحوادث الإرهابية مثل سقوط الطائرة الروسية. وتؤكد الحقائق أيضاً أن مؤشرات الاقتصاد المصري ساءت بشكل عام بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، وتحسنت تلك المؤشرات بعد تولي الرئيس السيسي السلطة. كما رصدت أكسترا نيوز شائعة أخرى على مواقع التواصل والإعلام المعادي، شائعة تدعي أن مصر أفقر دولة في العالم والشرق الأوسط في توفير موارد المياه وتعاني من أزمة إجهاد مائي عالية جدا. وتفند أكسترا نيوز هذه الشائعة حيث تؤكد أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة ولم تتغير سواء في عام 1929 أو في عام 1959 عند توقيع اتفاقيات تقاسم مياه النيل أو في الوقت الحالي، بحيث تبلغ 55 مليار ونصف مليار متر مكعب، ولكن ما تغير خلال هذه الفترة هو عدد السكان الذي ارتفع من 15 مليون عام 1929 إلى 26 مليون نسمة عام 1959 ثم 102 مليون نسمة في منتصف عام 2021 وصولا إلى 104 ملايين نسمة حاليا. تعمل الدولة حاليا على ضمان تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدام الموارد المائية، إضافة إلى موارد مائية جديدة، حيث أقامت مصر ثلاثة مشروعات كبرى لمعالجة المياه وإعادة استخدامها وفقا لأحدث التقنيات، هي مشروع محطة المحسمة وخطة بحر البقر ومحطة الحمام، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لمواجهة الندرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات. كما تم الانتهاء من تبطين 5850 كيلو مترا طوليا من الترع ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، ويستكمل بنهاية المرحلة الثانية من المشروع مشروع التبطين وتأهيل 120 ألف كيلو متر. رصدت قناة أكسترا نيوز أيضا شائعة تدعي تدهور الناتج المحلي لمصر منذ 2014، لكن الحقيقة هي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر لم يتراجع منذ 2014، بل على العكس هو في ارتفاع مستمر ليرتفع من نحو تريليوني و300 مليار جنيه في 2013-2014 إلى نحو 7 تريليونات و400 مليار جنيه في عام 2021-2022. وكان التراجع في معدل النمو نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية وهي كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، وهو الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة نتج عنهم تحسن في معدلات البطالة التي انخفضت لتسجل 7.9% في عامي 2019-2020 مقارنة ب 9.9% في 2018 و 11.8% في 2017 و 12.5% في عام 2016 و 12.8% في 2015 و 13% في عام 2014.
هذا ورصدت قناة أكسترا نيوز شائعة يتم تداولها أيضا على منصات الإعلام المعادي وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خصخصة المؤسسات الطبية والمستشفيات الحكومية وبيعها لدول الخليج وتسعير الخدمات وفقا لأسعار ليست في متناول المواطنين، إلا أن الحقيقة هي عدم قيام وزارة الصحة بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة بخصخصة أي مستشفى خاضع لها في أي وقت، ولا سيما بعد ثورة يونيو المكيدة. في هذا الصدد أشارت وزارة الصحة لأن ما يتم مناقشته حاليا في الوزارة هو إسناد بعض إدارة المستشفيات القطاع الخاص، مبينة أن تلك المستشفيات جميعها خاضع لكيان خاص داخل وزارة الصحة يطلق عليه المؤسسة العلاجية ولا تقدم خدمات مجانية للمواطنين. هذا وتمتلك الدولة في الوقت الحالي برنامجا طموحا لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بمستويات تليق بالمواطن المصري، وتهدف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى ضم كافة المستشفيات والمؤسسات العلاجية الموجودة في مصر بما فيها القطاع الخاص إلى نظام طبي شامل يقدم خدمة موحدة للمواطنين. وبالتالي فإن خصخصة أي مستشفى مملوك للدولة يعتبر خروجا عن هذا الهدف الرئيسي والذي تعمل كافة مؤسسات الدولة على تحقيقه. هكذا تنتهي خدمتنا الإخبارية لرصد أبرز ما يثار من شائعات وتفنيدها ورصد المعلومات الحقيقية. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر لكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة.